الدنيا او بلد او مجتمع في الدنيا كلها بيتقدم من غير تقدم البحث العلمي. السيد أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي قال إن هدفه من يومه الأول بالوزارة هو إدارة البحث العلمي بشكل مختلف، بشكل اقتصادي، علشان كده عين نائب لوزير البحث العلمي تحت مسمى نائب الوزير الإدارة الاقتصادية، وقال كمان إن مصر على الطريق الصحيح وبننتظر ما سيقدمه البحث العلمي خلال الفترة اللي جاية. كمان ده كان خلال افتتاح المنتدى الأول لتسويق مخرجات البحث العلمي في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسويق مخرجات البحث العلمي. أضاف الشيحي بدون استثمار لنواتج البحث العلمي في توفير منتج وفرصة عمل سيظل ينظر إليه على أنه جانب خدمي بينفق عليه ومش أنه هو بيخدم الدولة، وده طبعا يبقى له ملوش أي نوع من الفايدة. لكن بالتأكيد البحث العلمي مهم جدا والتسويق له أهم. خلينا نشوف التقرير. إيمانا بالدور المهم الذي يلعبه البحث العلمي في بناء المجتمعات المتقدمة والمتحضرة، قامت أكاديمية البحث العلمي بإطلاق المنتدى الأول لتسويق مخرجات البحث العلمي بوزارة التعليم العالي واستعراض بعض المشروعات التطبيقية والتكنولوجية التي قامت أكاديمية البحث العلمي بتمويلها والإشراف على تنفيذها لمواجهة بعض التحديات التي تواجهها الصناعة. المنتدى مهم جدا لأنه للمرة الأولى بنتكلم على بحث علمي ينتج عنه مشروعات حقيقية، صناعات حقيقية، فرص عمل، اقتصاد. احنا بنروج لهذا التوجه منذ أن شكلت هذه الوزارة قبل 15 شهر. عمل كبير اتعمل في مجالات عديدة، وصلنا لمرحلة تصنيع حقيقي استفادة من مخرجات البحث العلمي بدل ما تبقى أوراق بحثية وتركن. عديد من الأفكار تم الدخول في شراكات لتصنيعها بالفعل مع جهات عديدة سواء قطاع حكومي أو وزارات. وتناول المنتدى عرض التكنولوجيات ومخرجات البحث العلمي التي تم تطبيقها خلال عام 2016، ومن ضمنها مشروع محطة تحلية مياه متنقلة وتخزين القمح في الصوامع البلاستيكية. عندنا عشرات الموضوعات، احنا ابتدينا بخمس موضوعات متنوعة في مجال الطاقة وتحلية المياه. بنتكلم عن منتج تصنيع محلي، تصميم محلي، مكون محلي يقل عن 40% في تحلية المياه من مياه البحر، بيعمل بالفعل في منطقة شلاتين منذ 4 أشهر، مش بنتكلم على مشروعات حبيسة الأدراج. بنتكلم كمان في مجال تخزين القمح والصوامع، وعارفين كلنا مشكلة الصوامع والاستثمارات اللي تم ضخها في الصوامع، عندنا حل بديل. أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي في وقتنا الحاضر أشد منها في أي وقت مضى، حيث أصبح العالم في سباق محموم للوصول لأكبر قدر ممكن من المعلومات والتي تؤدي إلى تقدم المجتمعات. دينا حوايدق، أونلاين. طبعا جزيل الشكر لزميلتنا دينا، عاملة تقرير كويس جدا، مهم جدا جدا بالتأكيد البحث العلمي.